يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يُنسب إلى فضيلتكم إجازة هذه المعاملة، وهي أن يأتي رجل إلى رجل آخر عنده أرض فيقول له: أعطيك 5000 ريال عربون لمدة أسبوع، فإن جئتك في الأسبوع فالأرض لي وأكمل لك المبلغ، وإلا فالعربون لك. ثم يذهب هذا المشتري بالعربون ويعرض الأرض للبيع بأكثر من قيمتها، فإذا وجد مشتريا ثالثا جاء به للمكتب أو صاحب الأرض وكتب معه وأعطاه قيمة الأرض وأخذ الباقي، فهل هذه المعاملة تجيزونها؟ نعم، هذا مذهب الإمام أحمد، أخذ العربون أجازه الإمام أحمد، وفعله عمر رضي الله عنه في خلافته حينما اشترى دار السجن في مكة ودفع لصاحب الدار العربون، عامله على مكة اشترى دار السجن ودفع له بعض الثمن وقال: أشاور عمر فإن رضي أكملت لك الثمن وإلا فالعربون لك. فهذا فعل عمر، أجازه عمر، وهو مذهب الإمام أحمد، ولا بأس في هذا. نعم، لا بأس ببيع العربون. نعم، انتهى.